نجيب ساويرس مش راضي يسيب الحكومة في حالها، وكعادته مع كل تصريح بيقوله بيقلب الدنيا. وطبعاً واحد زي الملياردير نجيب ساويرس اللي متعود يقول رأيه على طول مش هيسيب أزمة زي انقطاع الكهرباء تعدي بالساهل. فيا ترى إيه تعليقه على آخر قرارات الحكومة بخصوص انقطاع الكهرباء، وليه قال خليكم رومانسيين؟ أنا مريم مجدي، وده اللي هنعرفه في الفيديو ده. من جديد نجيب ساويرس بيعلق على تعامل الحكومة مع أزمة انقطاع الكهرباء اللي عكننت على كل المصريين، والمرة دي التعليق كان شديد حبتين لما اتكلم عن قرار بلعب المباريات قبل المغرب بدل بالليل علشان يبقى استهلاك الكهرباء أقل، وده لأن موجة الحر الشديدة طبعاً مسببة استهلاك عالي للكهرباء ولابد من تخفيف الأحمال عليها. وهنا بقى طلع ساويرس يعلق على التصريح ده على تويتر ويقول من خلال حسابه الشخصي: القرار اللي بعده هيكون المطاعم تشتغل على الشموع وخليكم رومانسيين، والكلام ده منقول من رضا صاحبي. والكلام ده عمل جدل طبعاً على السوشيال ميديا، وكالعادة جات ردود كتير على اللي كتبه ساويرس ما بين مؤيد ومعارض. ومن الردود اللي جات على اللي نشره ساويرس كان من حساب اسمه عادل العسيري، قال فيه: وماله، الجري في النهار بركة ورزق. وعلى فكرة ده مش أول تعليق لساويرس يسخر فيه من تصريحات الحكومة على تخفيف الأحمال الكهربائية، لأن برضو من حوالي أسبوع قال من خلال حسابه الشخصي على تويتر في تغريدة: عندما توفى أديسون مخترع الكهرباء عام 1931 تم إطفاء جميع كهرباء العالم لمدة دقيقة تكريماً ليه، وما زالت مصر ولبنان تكرم الرجل كل يوم. عشان برضو يعمل إثارة للجدل على تويتر وتنهال عليه التعليقات بنفس الطريقة اللي فاتت. ومن أهم الردود اللي جات لساويرس على اللي نشره على تويتر من حساب اسمه سمير الصلاحي: حضرتك إحنا في اليمن تقديراً للراجل أطفأنا الكهرباء منذ 10 سنوات وما اشتغلتش حتى النهاردة. بس يا ترى إيه أهم القرارات اللي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر اللي فات بخصوص قطع الكهرباء المستمر؟ مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال إن مصر بتشهد أعلى نسبة حرارة في تاريخها، وحالياً توقف تصدير الغاز طول شهور الصيف، وهيتم استيراد كمية من المازوت لحد ما نعدي أزمة موجة الحر الشديدة دي. ده كمان أكد إن تخفيف الأحمال ممكن يستمر معانا لغاية أول أسبوعين في سبتمبر، لكن مش هيتم قطع الكهرباء في الطرق والأماكن العامة ولا الأماكن السياحية نظراً للدخل اللي بتدخله الأماكن السياحية للبلد. وخد بالك إن هيبقى فيه جدولة لقطع الكهرباء بحيث إنها هتقطع من ساعة لساعتين، وعلى يوم الاثنين الجاي بالكتير هتلاقي الحكومة منزلة جداول مواعيد قطع الكهرباء لكل حي سكني. ده طبعاً غير السماح للموظفين إنهم يشتغلوا من البيت في يوم الأحد كل أسبوع، وده طول شهر أغسطس لتخفيف استهلاك الكهرباء. وما بين إجراءات الحكومة وتعليقات نجيب ساويرس لسه الأزمة موجودة. أنت بقى إيه رأيك في الكلام اللي قاله الملياردير المصري؟